اقول لك في البدايه حلقه التوجيه والتنظيم هذا في البدايه وبعدين يمشي تمشي تحت طريقه اساسيه بس التمشيل النفسه بعدين يعني التدريب هذا تدريبه يعني ما مش دائما تدربوا مره وخلوا يشتغل فتره دربته مره وخلوا يشتغل التنميه المهنيه عمليه مستمره انا معي في القياده للمهارات والقدرات لتنميه المهارات والقدرات معي ثلاث اسس بس دكتور التدريب والتنميه المهنيه والنمو المهني ثلاثه مفاهيم اساسيه لتنميه المهارات والقدرات سواء كانت المهارات والقدرات الاداريه الابداعيه التقنيه والتكنولوجيه المعرفيه اي مهاره ومعارف انه انا من خلال تنميه المهارات والقدرات انمي ايش انمي معلومات وانمي معارف وانمي مهارات وانمي قدرات واعزز السلوك هذه تاتي عن ثلاث عن طريق ثلاثه مفاهيم اساسيه اما تاتي عن طريق التدريب او عن طريق النمو المهني او عن طريق التنميه المهنيه طيب ثلاثه مفاهيم هل في فرق بينهم ايش الفرق ما بين المفاهيم الثلاثه التدريب تريننج واضح تريننج التدريب ولكن النمو المهني التنميه المهنيه ما الفرق ما بين المفاهيم الثلاثه التدريب يعني التدريب يؤدي الى تنميه مهنيه التدريب يؤدي الى تنميه مهنيه تمام التدريب يؤدي الى تنميه مهنيه تمام يعني من خلال التدريب في مهنتك يحصل تنميه مهنيه ايوه بالضبط جميل طيب والثالثه ايش قلتها النمو المهني النمو المهني طيب انت قبل خبره كيف حصلت وايد تفضل ترى اخر الخبرات تعتبر هي تنميه مهنيه تراكم الخبرات تنميه مهنيه والتدريب التدريب يعتبر الاساس اللي تبني عليه الصف جميل والتنمية المهنية لا والنمو المهني النمو المهني هو عن طريق الخبرات المتراكمة تنمية مثل مثلا التنمية المهنية هو في فرق بينهم طيب جميل ها فرق ما بين التدريب والنمو المهني والتنمية المهنية الخطوات كمفاهيم أساسية لتنمية القيم الخطوات العملية للتدريب الخطوات العملية العملية للتدريب هذه ايش؟ التنمية أو النمو النمو طيب جميل ها التدريب هو قد يكون لفترة محددة ولعنوان محدد هذا تدريب جميل إذا التدريب هو لتحقيق أهداف محددة وبفترة زمنية محددة تنتهي المخرجات تنتهي التدريب معناته انتهى البرنامج التدريبي نتيجة المخرجات ولذلك هل هو عمل فردي أم مؤسسي؟ مؤسسي التنمية المهنية التنمية المهنية هي كيف قد تكون مستمرة لفترات طويلة لكي أن أنقل من تخصص أو من مستوى إلى مستوى أعلى جميل جدا إذا التنمية المهنية هي عملية مستمرة ولذلك التنمية المهنية أوسع من التدريب له أهداف محددة إجراءات محددة انتهت الإجراءات تحقق الهدف يعني كملنا عملية التدريب انتهى التدريب خلص الآن معاشين نفس الأثر أما التنمية المهنية فهو عملية مستمرة ولذلك التنمية المهنية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية كلما انتهى برنامج تدريبي دخلنا في برنامج تدريبي وكلما طورنا مهارة وقدرات في جانب معين انتقلنا إلى جانب معين أنا أطور الناس في التخطيط في التنظيم في التوجيه في الإدارة في القيادة في العلاقات الإنسانية في البعد المالي في البعد التقني في البعد التكنولوجي في خدمة العملاء في المبيعات في التسويق في كل المجالات إذا ما تسمى تنمية مهنية يبقى النمو المهني كمل يا دكتور نشوان والنمو المهني النمو المهني هو تحديد تخصص معين ياخذ له فتره لعمليه التخصص مثلا انا عندي واحد ما عندي مثلا اخصائي في الباطنه بينما كمان انا انمو في المناظير هنا اعمل له تدريب مهني خاص في دوره خاصه في عمليه المناظير جميل جميل يعني تنويع التخصصات هذا يسمى في علم الاداره بالمسار تطوير المسار الوظيفي في اداره الموارد البشريه يكون في إطار تخصصه في إطار تخصصه بس اللهم أن أكسبه مهارات جديدة في تخصص نفس أيوة هذا يسمى تطوير المسار الوظيفي للموظف أنه كيف نخطط لتطوير مساره الوظيفي نعم طيب إذا التدريب قلنا عمل مؤسسي التنمية المهنية قلنا هي عملية مستمرة هل هي مؤسسية ولا فردية؟
مؤسسية. لابد ما تكون إلا مؤسسية لأنك طب أما النمو المهني فهي لا فهي ذاتية شخصي. أنت اللي تنمي مهارتك. أنا من أنمي مهارتي وأنمي قدراتي من خلال القراءة، من خلال الاطلاع، من خلال الدورات، من خلال الدورات أحيانا من خلال موقف معين. قد دخلت في عمل مؤسسي واشتغلوا على نظام جديد، أنا قد أكون عندي تخصص وعندي مؤهل ولكن هذا النظام أنا ما أعرفه. صحيح. فذلك هنا كيف أنمي مهارتي أو مهنتي في هذا المجال؟ ولذلك كقائد، كقيادة مؤسسية، هل تخطط للتنمية المهنية أم للتدريب أم للنمو المهني للموظفين؟ التنمية المهنية. صحيح. وتخطط أيضا للتدريب، أما النمو المهني فغير مخطط. أنا ما خططتوش لا أنا ولا أنا. ليش؟ لأنه الآن وإحنا اللي نتناقش الآن كسبت معلومة ما كانتش موجودة عندك، هل كنت مخطط لها؟ النمو المهني. طيب أنت الآن تمشي في الشارع وحصل موقف معين أو قرأت إعلان معين ودخلت رابط معين وخلاص، وأنت اللي تقلب في الواتس صادفت موقع معين دخلت الموقع على قرأت منه استفدت منه، كنت مخطط له. ولذلك النمو المهني نمو ذاتي غير مخطط. هل العملية كلها أجهزة ما تحت بند الإدارة ولا بند القيادة؟ ها؟ هل تحت بند الإدارة ولا القيادة؟ لا هذه يعني شوف إن كانت القضية مش إن كانت إن كانت مخططة إن كانت مخططة ومنظمة فهي تدخل تحت قيادة الذات وقيادة الذات بالنسبة للبعد الذاتي، أما بالنسبة للبعد المؤسسي فهي داخلة تحت القيادة والإدارة المؤسسية. إذا ما في مداخلة لا هناك في التصرفات كسلوك الفرق في السلوك كسلوك أيوة. أما كعلم هذا يدخل في هذا وهذا كل واحد أساس الآخر. إذا الفارق بين المدير والمدير قضية سلوكية وإجرائية في الأداء، قضية سلوكية في تفهيمها وإجرائية، وهذا طبعا متفق عليهما، وهذا المشكلة سلوكية وإجرائية في التنفيذ. من أنواع السلوك يعني المدير كيف يعني كيف يمارس مهامه الإدارية والقائد كيف يمارس المهام، هذا يمارسها برؤية تطويرية وإبداعية ويحفز ويطور، وهذا يمارسها واحد شاب مسطره طالب. يا رب سلوكي بالاخر. يعني سلوكي بالاخر. نعم. بس النمو المهني يعتبر برضه تعلم. النمو المهني تعلم ذاتي لكنه غير مخطط لانه احيانا وانا اتابع احيانا فيلم اجنبي استفدت فكره معينه اثناء ما يمارسوا في يعني شوف احيانا افلام قضايا معينه. من هذه القضيه انا استفد منها شيء. احيانا في افلام او مسلسلات او قناه تجد اداره. إدارة معينة يطرحوا أفكار معينة باجتماعات آليات أنا أستفيد منها ما كانتش مخططة عندي لكن التدريب والتنمية المهنية عملية مخططة ولذلك أنا كقائد عندما أخطط هل أخطط للتنمية المهنية والتدريب والنمو المهني؟ لا أنا أخطط للتدريب والتنمية المهنية يعني إما أن أضع برنامج للتنمية المهنية مستمر سنتين ثلاثة أربع سنوات ولذلك التدريب في الخطط الاستراتيجية لو عملت أنا في الخطة الاستراتيجية محور للتدريب هل هذا المحور يعتبر تنمية مهنية ولا تدريب؟ تدريب تنمية مهنية لأنه خمس سنوات عملية مستمرة لكن لما أقول أنا والله معي برنامجين أو ثلاثة برامج تدريبية أشتعمل لهم خطة بعمل خطة لثلاثة برامج إذا هذا تدريب ليش؟ لأنه البرنامج الأول انتهي خلص انتهى التدريب اشتري له برنامج ثاني فانا اخطط للبرامج التدريبيه وللتنميه المهنيه ان خططت على مستوى استراتيجي فانا اخطط للتنميه المهنيه وان خططت على مستوى دوره واحده او برنامج تدريبي مستقل اذا انا اخطط على مستوى تدريب واحد او على مستوى برنامج تدريبي واحد اما النمو الذاتي فلا اخطط له كقائد لانه وانما لدور اخر كقائد ايش دوري؟ دوري اني اشجع الناس على النمو الذاتي، اشجعهم على القراءه، اشجعهم على الاطلاع، اشجعهم على الابداع، اشجعهم على المنافسه، اشجع يعني اوجههم نحو الموضوعات اللي تنمي قدراتهم وابداعاتهم، اوجههم نحو
المكتبة المتخصصة، أوجههم نحو أصحاب الخبرة، أشجعهم على اللقاءات اللي بين تبادل الخبرات، أعمل ورش عمل ومجموعة عمل فيما بين الموظفين عشان كل واحد يستفيد من الآخر. هذا كله أنا مهمتي التوجيه والتحفيز بالنسبة للنمو الذاتي، وأشجع كل موظف يبدع وتظهر إبداعاته كنمو ذاتي. فهذا اللي بقوله سواء بالنسبة للبرامج وبالنسبة للفكرة. طيب نجي لموضوع آخر وهو موضوع الأنماط القيادة. عندنا قلنا ثلاثة أنماط اللي هي التقليدية، القيادة الدكتاتورية، والقيادة الديمقراطية، والقيادة اللي تسمى الترسلية أو التسيبية. بعضهم يسميها الترسلية وبعضهم يسميها التسيبية. هل مفتوحة؟ أي محلي ايش فيش. طيب نجي للنوع النمط الأول، القيادة الديمقراطية. ما هي مواصفة القائد الديمقراطي؟ العدالة. العدالة، إشراك الآخرين، إشراك الآخرين، الشفافية والحوكمة. سياسة الباب المفتوح. سياسة الباب المفتوح بضوابطه، يعني مش الباب المفتوح اللي يحول إلى تسيبية. إشراك العاملين في اتخاذ القرار، إشراك العاملين في اتخاذ القرار، إشراك العاملين في صنع الأهداف اللي ذكر الدكتور عبد الله، إشراك الآخرين، إشراك إشراك الآخرين، توظيف الموارد والإمكانات بشكل صحيح، استثمار قدرات العاملين والموظفين. وقبل هذا الآن أصبحت من المهارة الأساسية التمكين الإداري للموظفين، توزيع الأعمال، اللي هي قبل التوزيع الأعمال على أي أساس أنا بوزع على أعمال الموظفين حقي، اللي تسمى التنظيم الإداري. التنظيم هي توزيع المهام والمسؤوليات، بس على أي أساس، على أي أساس أنا بمكنه؟ على أساس اكتشاف المواهب والمهارات والقدرات. ولذلك اتخاذ قرار بأنه هذا يكون مدير هي بناء على قدرات معينة، بالإضافة إلى نتائج تكوين أداء أصلاً هو في. فإذا القرار إحنا عندنا في العالم الثالث إداري. ولذلك إحنا نسير طريقين إدارة وقيادة. أقول لك ليش إيش المشكلة عندنا؟ إحنا المشكلة عندنا أنا لا نطبق إلا أسلوب واحد من أساليب تقييم الأداء من إجمالي 13 أو 17 أسلوب. نحن نقيم نستخدم أسلوب واحد في تقييم الأداء وهو أسلوب تقييم الرؤساء للمرؤوسين، والرئيس يقيم حسب حبه للشخص أو قربه منه أو بخبره. لكن في عندنا أساليب متعددة. لو جينا الأساليب الحديثة لتقييم الأداء عندنا أكثر من 13 إلى 17 أسلوب لتقييم الأداء، أسلوب النقاط، أسلوب الأرقام. دكتور الفارق حتى ما بيني وبينه مثلاً عندنا الآن بايدن وبوتين، بوتين يمكن يطبق على القائد، بايدن يطبق على الرئيس، لأنه الرئيس يطبق كل المعايير واللوائح، وبوتين فيهم هذا القيادة أنه يدل على أن الدول حوله دون تعب، لأنه عنده مهارة وعنده هدف. هذه حقيقة حتى بلغم الموضوع صحيح. طيب على العموم شوفوا احنا ان شاء الله من خلال هذا المقرر، هي اليوم عبارة عن مدخل عام لل المقرر هو القيادة والاتصال. بدي لك كتاب والملزمة، لكن قبل الكتاب والملزمة مش تحفظ حاجة ولا تحفظنا الكتاب والملزمة حاجة، بنشتغل على مشاريع. هذه المشاريع اقرا في اي كتاب من الاداره والكذا، وعد لي مشروع وتعال ناقش المشروع هذا في القياده وجزاك الله خير. ولا تحفظ ولا ابو لا اسمع ولا اذكر ولا اعرف ولا احدد ولا صح خطا ولا اختير بين القوسين. تشتون نشتغل بالشكل هذا؟ لا نشتغل بالقياده الشرقيه. بنشتغل تمام. انا وسنان لانه بالجامعه من واحد باقي بالجامعه. خلص. من باقي بالجامعه؟ في واحد مراد انتهيت. ايوه انت والدكتور سنان. لا على كل التشاركيه. تمام. تمام. مراد. جامعه السعيد. ايوه. مراد. طيب. جميل. اربعه سباعيه ينضم لنا. اربعه. لا. سباعيه.
طيب طب على العموم في طب في مجموعه طب في مجموعه ادي لكم اليوم هذه ادي لكم المفردات حق المشاريع ارسل لي عندنا ارسال خلاص انا تمام برسل عندك انت رسالة مجموعه على طول يا دكتور لا سمحي بالسؤال ليش عشان على موارد مو على موارد لانه عشان هذه اقتصاد ومقاعد عملوا مقاسه بالمكتب